لحد الآن إحنا ما عندنا قانون الابتزاز لا، لحد الآن القانون لم أو يقر، الجريمة الإلكترونية. والجريمة الإلكترونية لم يقر، موجود في البرلمان زين، عليه يعني أنا اليوم اختلافات. تعرضت إلى جريمة أو عفوا إلى حالة ابتزاز، يعني أنا يعني من أروح؟ وين أبلغ؟ تبلغين اعتيادي مراكز الشرطة، مديرية الجرائم، الاستخبارات، الأمن ايش الوطني، اللي كلهم تسوي يسوون لمراكز الشرطة اذا القانون. انا ما عندي لا قانون يحميني؟ لا، القانون احنا يعني ما موجود، هو فراغ قانوني، لان احنا نروح للقضاء نكيف زين، المادة المبتز نص ما يتعاقب، رخصتش. المبتز نعم، يتعاقب على وفق اي قانون، وفق اي وقانون مادة؟ قانون 1969، يعني شوف وجد قديم، لسنة 69، قانون 111، لأن هو الابتزاز موجود منذ التاريخ، يعني قديم، يعني فهو يعامل، يكيف المادة إلى ابتزاز، ليس قديم ايش ابتزاز قصر له؟ إلكتروني. لا يعني أقصد الابتزاز، يعني حالات الابتزاز هي موجودة في كل مكان وفي كل وقت أقصد، لكن لكن هي الآن جديدة على تحول مجتمعنا. ابتزاز إلكتروني. قبل موجود ابتزاز، يعني شخص يبتز شخص، موجود هاي الحالة وموجود القانون ويعاقب عليها، عقوبات موجودة، لكن فإحنا يعني القضاء والتحقيق يكيف المادة القانونية إلى الابتزاز أو التهديد أو التحريض. يعني كثير من الحالات المواد القانونية الموجودة تغطي هذا الشيء ونكيف عليه، لكن لو يقر القانون وهناك تفاصيل، بالتفاصيل الحديثة، الحياة تطورت، التكنولوجيا تطورت، الجرائم تغيرت، أكو جرائم كثيرة يعني ممكن أن تكون عقوباتها، وبالتفصيل كل عمل إجرامي له، يعني أو عمل يعني من هذه الأعمال الابتزاز يكون له يعني عقوبة مناسبة، بالتأكيد يعني راح تقل هذه الجرائم، ويسهل على القضاء، يسهل على التحقيق أن يحسم هذه القضايا.